مشاهدينا الكرام مباشرة من الدار البيضاء في جولة ليلية دائما برفقة صديقكم العلوي. هذه هي الأجواء في شوارع الدار البيضاء. الزملاء اللي كيبذلوا مجهودات كبيرة باش يوصلوا لكم الأجواء بالنهار في شوارع وأزقة الدار البيضاء، لدرجة أنهم كيلقاو تعنيف من بعض المواطنين كيقولولهم علاش كتصوروا، ولكن الواجب المهني كيفرض عليهم أنهم يدخلوا في أي وقت وأنهم ينقلوا الصورة للمشاهد. المتابعة ديالكم الحمد لله في اي وقت من المباشر كنلقاو المغاربة خصوصا الكازاويين متابعينا ومشاغل الكازاويين في كل بقاع العالم، وحتى الجالية المغربية اللي من هذا المنبر كنوجهو لها الشكر، وكنتمناو ان حتى شي مغربي في سائر بقاع العالم ما يتقاس بهذا الاداء، وان الاداء يرفعو الله على سائر بقاع العالم وعلى مغربنا الحبيب المتواجد في اليهودي من اقدم الاحياء بمدينه الدار البيضاء.
ولاد عبد السلطان قولوا لي هاد البلاصه شنو سميتها. خصوصا هاد المعبر هذا الدرجات الحمرين وهذه البلاصة غادي نعطيو بكم السوق، سوق الحفالي، سوق الشميعة، ومن بعد غادي نمشيو لسوق الحفالي. كيف كتشوف هذا هاد البلايص اللي كيكونوا ممتلئين عن آخرهم. الحسناوي نعتذر على الليلة فرعنا الكراسي بالصداع، ولكن مرة كتكون السيارة ومرة كتكون الدراجة. وهذه الجولة غابقى في البداية ديالها، نتمناو بأن طول إن شاء الله وغادي يكون هذه هي مسألة الحفاري، وغادي يكون إن شاء الله معدات ديال العمل أحسن، وغادي تكون جولة الجودة ديال البت أحسن بإذن الله. إلياس الشتوفي في نفس العلوي ولفناك كل ليلة، شكرا خويا حتى أنا ولفتكم. إذا هذه هي قصيدة الحفاري، هذه قصيدة حي من أكثر الأحياء في مدينة الدار البيضاء. يسبق أن قلنا بأنه أعطى هذا الحي ديال درب السلطان أعطى ديون وأشخاص ما كيعرفوهمش الناس، ولكن كيعرفوهمش بأنهم ولاد درب السلطان، ولكن هما من هنا تزادوا وهنا كبروا وهنا شربوا اول نقطه ديال الماء، اول نقطه ديال الحليب، وهنا رضعوا الحب ديال الوطن. الناس اللي كيقوموا دابا بمجهودات جباره للحفاظ على الامن بالمغرب، على راسهم واحد الشخص اللي راه معروف في الامن هو راه ولد السلطان، كذلك واحد الشخص اللي كان مدير مستشفى بنو رشد. سندخل بكم الان الى منطقة الدرب الكبير. هذه هي أصغر مدينة الدار البيضاء التي تحولت إلى شبح نتيجة داء كورونا. كما تتابعون أزقة الدرب الكبير أزقة فارغة عن آخرها. شكرا للناس ديال الدرب الكبير. بالنسبة للأخت اللي قبيلة طلبت منا بأننا ندوزو وسط درب السلطان، نتمناو بأنها تكون متابعانا وبأن هاد الجولة كان نال الإعجاب ديالها.
هذه مقربة من المحطة الطرقية الزيان. الآن حسيني في مرحلة المشاش، هذا فعلا اختراقين غير المشاش. هذه هي إعدادية العيون اللي قريت فيها، الإعدادي هي هذه. هذه المناسبة كان واحد المدير اسم ديالو أرسلان، اسم عائلي ديالو أرسلان، الله يرحمه، كان توفى وأنا باقي كنتابع الدراسة ديالي، سمعته بأنه توفى الله يرحمه. كان إنسان صارم، كان مدير بمعنى الكلمة، كان كيوقف في الباب مع 7:30 ديال الصباح، يعني إلا ما كنتيش لابس الطاب ديالك غير رجع لداركم، إلا كانت الشكارة ديالك فيها شي كتبة ولا شي حاجة غير رجع لداركم، إلا كانت البنت دايرة شي حاجة في وجهها بحال الماكياج ولا حاجة غير ترجع لدارهم. إذن هذه أسرار كنعطيكم على مدينة الدار البيضاء، وخصوصا هاد الثانوية الإعدادية العيون. وبهذه المناسبة كنترحموا على هذا المدير الأستاذ محمد أرسلان. وهذه هي الأجواء هنا بجنبات المحطة الطرقية ولاد زيان. والصورة
سمينو اخي الصحفي عندك الصداع صوتك ما كيتسمعش، غادي نحاولوا نتغلبوا على الصداع باذن الله في القريب العاجل. جوله خاص تكون بسياره ماشي موتور، والله يجيب شي سياره. نتمنوا ان الاداره تفكر انها تمنح لنا واحد السياره باش نبداو نديرو هاد الجوله. ان شاء الله السيد المدير هو شخصيا اقترح هاد القضيه وهو كيفكر فيها، وقريبا غادي تكون سياره ان شاء الله. ديال التصوير ديال هاد الجولة ولا الطريقة ديال الإخراج ديال هاد كلشي غادي يتبدل، البرنامج غادي يتطور إلى الأحسن بإذن الله. غير ساعدونا بالبارطاج، ساعدونا بالمشاركة، ساعدونا بالمتابعة، وغادي يكون غير خير إن شاء الله. غادي نوصلوا أننا نوصلوا عند طلب المشاهدين أننا نمشيو خصوصا القاطنين خارج المغرب. هذه هي الفكرة اللي كاينة، الناس اللي خارجين خارج أرض المغرب غادي نمشيو عند العائلات ديالهم هنا بالمغرب، ونكون عندنا واحد مباشر معاهم يهضروا مع العائلات ديالهم مباشرة على قناة شوف تيفي. تكون سيارة أخي الصحفي، شكرا أخي شكرا. إلهام الحسيني يكون غير قيناني ما هكذا كذا طلقات الكريساج بالفعل، ولكن نتمنوا الله يرفع عنا الوباء، ولكن نبقوا حركائيا نبقوا محترمين بعضياتنا، ولكن الوباء يترفع. لا 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 لا
خارج داك الصحفي اللي لابس كومبلي وكرافات ولا شي حاجه، لا غادي خارج سيرفيت وسبادري يعني مجد مكمش. اصبروا معنا، راه البرنامج يلا في البدايه ديالو غادي يتطور ان شاء الله. غادي نطلب من الزميل انه يوقف بينا هنا وغادي نختمو هنا بمنطقة الحيل محمد عين السبع، وغادي تشوفوا هذه هي مقاهي المجازر القديمة. شوفوا كيفاش كتكون في هذا الوقت، ولكن داء كورونا حولها الى ريدوات مسدودة لا أقل ولا أكثر. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، تصبحون على خير، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.